متلازمة الكولون العصبي من الاضطرابات الشائعة يلي بتصيب المعدة والأمعاء، حالة مرضية مزمنة للأسف يمكن ما في علاج لها. الأعراض بتختلف من شخص للآخر، لكن نحن قادرين أنه نسيطر على بعض هي الأعراض، إن كان من تخفيف التوتر أو نمط الحياة أو التغذية والنظام الغذائي اللي هنن داء ودواء بنفس الوقت لجسم الإنسان. أكيد وقت بنقول كولون عصبي، يعني مين اليوم مننا ما عنده هاد الداء؟ يعني هو أكتر شيء وقت بنقول عصبي، فأكيد اليوم الستريس، الوضع بشكل عام هو اللي عم يعمل هاي القصة، فهو اليوم كأنه الحالة بشكل عام. يعني طبعا دائما التوصيات الدكتور بيقول انه روحوا للاغذيه اللي بتحوي اكثر الياف ممكن تخفف. دائما بيقولوا لك انه ابتعد عن التوتر، هي قصه ما حدا في يبتعد ابدا لانه هي مفروضه ببعض الاوقات بشكل كثير كبير. اليوم لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، اليوم نحن كيف قادرين نخفف وليس نلغي. اليوم ما في شيء اسمه رح نلغي الكولون العصبي، في انه نحن نخفف، رح نحاول نخفف اكيد من بعض مع بعض النصائح يلي حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي أخصائية التغذية عنان دلة، ماجستير في علوم التغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. سرايا ولا رواء؟ لا رواء اليوم. أهلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بخير بداية، وانت بألف عيد ميلادك ان شاء الله بينعاد عليك بكل الخير والصحة. الله يسلمك، ضلوا بألف في كيك اليوم. في كيك. طيب الكيك ما بيعمل في تمرينات اليوم؟ ما بيعمل كولون عصبي الكيك؟ بلا، بيأثر هو بشكل سلبي، بس اللي هو يوم يعني. تمام، خلينا نبدا بموضوعنا اليوم الطبي. يعني لما نشوف شخص عم يوجعه بطنه او عنده انتفاخ بنساله شو بك؟ بيقول لنا كولون عصبي. شخص ثاني كمان كولون عصبي، طيب هذا الشيء فينا نقول انه صار مرض العصر؟ يعني خلينا نوضح بداية متلازمة الكولون العصبي. تمام، هلا الكولون العصبي، متلازمة الكولون العصبي، مرض الكولون العصبي له عدة أسماء، حتى ممكن نسميه أو له تسميات، متلازمة الكولون أو القولون المتهيج، لكن احنا بالعامية بنتداول بنقول الكولون. هي حالة صحية مزمنة بتصيب الجهاز الهضمي، بتصيب بشكل خاص الأمعاء الغليظة، هي الكولون. فبتعمل فيها اضطرابات، فبصير عندي انا اضطرابات بالكولون العصبي، بصير عندي اضطرابات بحركه الامعاء اصلا، هي لها ممكن نقول احنا عده اسباب. فهي بتصير عندي انا يا اما بيكون دفع الطعام بسرعه كبيره جدا، فبتعطيني هذا الشعور بالمغص والتقلصات، او بيكون دفع الطعام منخفض جدا كمان بيعمل لي هذا الاضطرابات. اكيد. طيب اكيد اليوم في اسباب عم تخلينا نقول عم تزيد الحاله او عم تهيج الكولون لحتى توصل اليوم لمرحله انه انت تتضايقي بشكل كامل، ان كان باكلك ان كان بقعدتك حتى بالنفس. يعني طبعا. احيانا الشخص بيفكر انه انا عندي شيء بقلبي، انا صدري طبة، انا ماني عم بقدر اتنفس، بتروحي للتشخيص يعني بيطلع معك اخر شيء الكولون، انت بتكوني رايحه لازمه قلبيه يعني او لحاله قلبيه. خلينا نحكي عن اهم الاسباب اللي قادره بلحظه انه تهيج هي الحاله عنا. اوكي، هلا بشكل عام وتحديدا يعني ما عندنا اسباب مباشره للاصابه بالكولون العصبي، يعني ما فيني اقول هذا الشخص ليش انصاب بالكولون العصبي. ممكن بعد المراجع بترجح انه هي ممكن يكون احد افراد العيله مصاب فيه، ممكن الحاله النفسيه نحن من اسمه كولون عصبي، فهو اكيد من العصبيه من التوتر والستريس يعمل لي اضطراب بالكولون العصبي. ممكن بعد اصابه شديده باحد الامراض بالجهاز الهضمي ممكن تسبب لي اضطرابات بالكولون العصبي. كمان النمط الغذائي، هلا كنا عم نحكي نحن النمط الغذائي هو العامل والمسبب الاول، يا اما انا بيريح لي الكولون العصبي يا اما انا بيعمل لي اضطرابات شديده بالكولون العصبي. نشوف مرضى الكولون العصبي مثل ما ذكرنا بالبدايه انه هو بصير عندي اضطرابات بحركه الامعاء، بالتقلصات اللي بتصير عندي. كمان هذول الاشخاص بنشوفهم نحن صار عندهم حساسيه اكثر، بيملكوا اعصاب بالجهاز الهضمي تملك حساسيه اكثر، بالتالي انا وقت بتناول او المريض الكولون العصبي وقت بيتناول الاغذيه بتعمل انتفاخات مثل البقوليات مثل الزهره، اي شيء بيعمل انتفاخات وغازات، فعندهم الحساسيه مفرطه لهي الانواع من الاطعمه. تمام، يعني عم نركز على نمط الغذاء قديش ممكن اليوم ياثر فعلا بشكل سلبي على صحه اجسامنا وتحديدا الكولون العصبي. خلينا نحكي انه فئه الشباب او المراهقين او كلنا بشكل عام بنلجا للوجبات السريعه، للاكل الجاهز بعيدا عن الاكل الصحي. خلينا نوضح أضرار هذا الغذاء على الكولون. تماما، هلأ بالبداية الكولون العصبي بيصيب أي مرحلة عمرية، بس دائما النساء معرضة للإصابة فيه أكثر من الرجال. طب هي يعني النصيب الأكبر لإلون اليوم.
انه معرضين بشكل مضاعف اكثر. هلا ممكن دائما نحن تقلبات المزاجيه للمرأة بتلعب دور لهذا الشيء، او بس انه بتعلق بالحاله المزاجيه ممكن والعصبية. الحاله النفسيه ممكن ترتيبات جسم المراه شيء وراثي جيني متوارث ممكن يعني بس احنا مثل ما قلت لك ما في شيء محدد 100% انه انا اذا احد الابوين عندهم كولون عصبي ممكن الاطفال يطلع ما في شيء مثبت علميا ما في شيء مثبت وممكن يكون انا بعد زعل بنشوف نحن شخص صاب كولون عصبي يعني ما كان بيعاني من اي اعراض فجاه بتظهر عنده اعراض الكولون العصبي. اعراض الكولون العصبي كثير مزعجه وعم تتفاوت من شخص لاخر، يعني بعض الاشخاص تشوفيها عندهم خفيفه تطبل تقلصات بالبطن انتفاخات مثل ما ذكرتي، بعض الاشخاص بتوصل عندهم انه هن يروحوا اسعاف على المشفى ببعض صحيح. الحالات بيفكروا انه هن قلبهم في شيء لانه هي هون بتصير الانتفاخ وحتى هون بتحسي حالك انه انت قلبك في شيء يعني تسلح. فهي من الكولون العصبي كثير اعراضه مزعجه. هلا ذكرتي بعض الاطعمه انه ممكن تسبب، اذا هيك حبينا انه نروح لموضوع الالياف اللي دائما بتنصحوا بينصح الاخصائي التغذيه انه كثر من هي الماده تمام. ممكن يخفف حتى الملوخيه انا بعرف انه بس طيبه يعني يعني ان كل الناس تعرف انه هي مؤذيه للكولون وممكن تعمل هذا النفخه وتعمل تشنج بس الناس بتحبها يعني ما فيها تبعد عنها. خلينا نتوسع اكثر بهذا النقاط واذا بدنا نروح لموضوع الالياف شو بدك تنصحي؟ خلينا نتفق نحن انه كل شخص له خصوصيه، يعني مثلا انا وانت مريضين كولون عصبي، شيء بضايقني بجوز ما يضايقك والعكس صحيح، شيء بريحني بجوز ما يريحك، فكل شخص له خصوصيه. لهيك وقت بيجي لعنا نحن مريض كولون عصبي حابب يعمل حميه او حابب ينزل وزنه، فدائما بالمناقشه نحن هو دائما الشخص طبيب نفسه بيعرف انه من يعني السيره الذاتيه لحياته بعد ما ناخذ ونعطي معه انه انا هذا الشيء اللي بضايقني هذا الشيء اللي بريحني لانه هو خلص صار له اشهر او سنوات بهذا المرض. خلينا متفقين انه الكولون العصبي قبل ما نظلم البقوليات والاغذيه اللي بتعمل نفخه، الشغله الاولى مثل ما حكينا اللي بتضره هي الحلويات والاطعمه الدسمه او الاطعمه الجاهزه. فانا كل شيء طيب تمام كل شيء من برات البيت فانا وقت بعتمد كثير على الحلو، شخص كثير عندي نهم وشهيه كثير للحلويات، باكل كثير مقالي كان من برا وكان من جوا، انا معتمده كل يوم، في ناس بتحب كل يوم تقلي بطاطا او يوم ايه يوم لا، هي المقالي كمان بتضر الكولون العصبي. فبعد تجاربنا مع الاشخاص اول ما نعمل حميه غذائيه ونبعد عن كل شيء دول مضرين ما بيقعدوا بيتضايقوا مثل وقت هن بياكلوا البقوليات. فشوي انا بحس دائما مع تجاربي مع الاشخاص البقوليات مصدومه طبعا تعمل انتفاخ وممكن بعض الاشخاص اشد الانتفاخ عندها من اشخاص ثانيه، بس ممكن انا بعض هيك الممارسات خفف من نفخه الكولون العصبي بعد تناول البقوليات مثل شرب الكمون والليمون الشمره، نقع البقوليات بمي بارده قبل السلق ممكن تخفف لي من موضوع الكولون العصبي. هلا اكثر الكمون نحن يعني حتى شائع اليانسون كمان البابونه هذول الامور هلا هذول اكثر بيهدوا الاعصاب من كمون للنفخه للامعاء تمام. خلينا نحكي اكثر، يمكن ذكرتي شيء عن الحميه، اليوم لما مرضى الكولون العصبي بيسمعوا بهالكلمه بحسوا انه خلص هنن محرومين من كثير من الاكلات الطيبه من كثير من الامور، كيف ممكن نحن اليوم نوازن ناخذ يعني الفائده كمان ما يصير في عندنا نقص ببعض الفيتامينات او المعادن المهمه للجسم؟ اول شيء لازم نركز نحن على موضوع الخضار، موضوع الالياف لازم نتعمق فيها. بعض نحن دائما الكولون العصبي مقسم لعده انواع لثلاث انواع تقريبا، كولون عصبي مع امساك، كولون عصبي مع اسهال، كولون عصبي مختلط، يعني ممكن نشوف في عندي امساك واسهال متناوب عند الشخص. فالاشخاص اللي بيعانوا من كولون عصبي مع امساك انا ضروري يزيد من كميه الالياف اللي عم يتناولوا، ودائما كميه الالياف هي مقسمه لاثنين، الياف قابله للذوبان بالماء والياف غير قابله للذوبان بالماء، لازم انا اخذ دائما هدول الانواع بالتوازي، باخذهم بقدر انا اكيد من الخضار، ركز حتى على الخضار الورقيه، السبانخ، جرجير، انا ركز على الخيار، ركز على الجزر اللي بيحوي الياف قابله الذوبان بالماء وغير قابلة للذوبان بالماء. بدي ركز كمان على شرب المي كتير منيح حتى انا سهل من حركة الامعاء، بدي اخذ المشروبات اللي حكينا عليها لتخفف لي شوي من الانتفاخ والتطبل اللي ممكن يصير عندي، بدي احاول اخذ كمان قسط كافي من النوم لانه ايام قلة النوم تعمل ستريس وبالتالي بتنفخ الكولون العصبي، وبدي احاول يعني نوعا ما هدي حالي وما اكون عصبية. بنقولها بخجل هاي النقطة بدنا نحاول انه ما نعصب اليوم. ذكرتي انواع للكولون، طيب اليوم شو هي الاعراض اللي بترافق يعني الشخص
اليوم كيف انا قادره اميز انه انا عندي وجع معده او كولون او عندي حاله مرضيه؟ هل ممكن اليوم تتشابه اعراضه مع حاله ثانيه او في شيء بيميزه؟ يعني بقول لك انا الكولون العصبي نفخه تطبل، ممكن ايام بحس انا بحركات غير منتظمه بالامعاء. طبعا هذا الموضوع التشخيص نحن نتركه لطبيب الهضميه المختص بهذا الموضوع، بس الشخص حس حاله هو اكثر من يوم بالاسبوع عم تجي هي الاعراض عنده، عم ياكل اكل معين وعم يتضايق منه، فهو نحن هون بنقول له ضروري يراجع طبيب هضميه، بس يشخص له الحاله بقى هون بيتحول لعنا نحن نعمل له حميه. بدي نوه بس لموضوع انه نحن مرضى الكولون العصبي بعضهم او خلينا نقول 90% منهم عندهم حساسيه للجلوتين يعني للقمح، فبنلاحظ بس نحن حذفنا لهم الخبز الابيض، بس حذفنا لهم اي شيء من القمح داخل او شيء داخله بالجلوتين، فهن بيرتاحوا، ما بيعود عندهم هي التطبل او هذا الانتفاخات. فبنلاحظ انه نحن تجنب الجلوتين. بعض الاشخاص الثانيين عندهم حساسيه لللاكتوز، منتجات الالبان، الحليب، السكر. طيب سؤال، هي الحساسيه ممكن تكون موجوده عند شخص من الصغر ام لا هو ممكن يكتشفها على كبر؟ هلا هو بده يكتشفها على الكبر وقت هو بده يصير عنده كولون عصبي وبده يجتمعوا هدول الاعراض كلهم سوا. فنحن لهيك الحميه الغذائيه بتكون انه نحن نبلش مع الشخص، نبلش نجرب اكثر من قصه، نبلش نحذف له نوع من الاطعمه لفتره اسبوع مثلا، بس ارتاح بنعرف انه نحن هاي الاعراض عم تجي من هذا النوع من الاطعمه. بس كبر وبلش يعصب. طيب خلينا نروح، ذكرتي الحميه وهي يمكن اهم شيء مع شرب المي اليوم لاقدر انا خفف، وقلنا نحن ما فينا نلغيها رح نروح للتخفيف. اليوم دواعيا اليوم وقت بده يتدخل الطب بهي الحاله، يعني شو ممكن يقدم الطبيب المختص؟ كمان هذا الموضوع نحن ما بنتدخل فيه دواعيا، مسكنات مثلا يعني لا شي. في انواع ادويه معينه تنعطى من قبل طبيب الهضميه، في عنا عيارات وفي عنا جرعات معينه حسب الحاله اللي بشخصها الطبيب. نحن دائما بنحاول غذائيا نتدخل بالموضوع وحتى نفسيا، لانه هو كثير شخصيه او نفسيه الشخص بتكون تعبانه، لانه حتى المراه يعني وقت بيكون عندها الكولون العصبي منتفخ بيكون عندها بروز شديد بالبطن، فهي كثير وخاصه موضوع الصيف وثياب الصيف كثير بتكون هي خجلانه او متضايقه من هذا الموضوع، نحن نحاول نخفف لها هذا الموضوع. بس هو متهم ببعض الاحيان، احيانا بتكون بدانه القصه من الكولون العصبي. يعني عنان بالختام، ممكن في نسمع بشيء اسمه سرطان القولون العصبي، امتى لا سمح الله ممكن الشخص يتعرض لهي الحاله؟ وهيك نصائح اخيره من حضرتك لنحافظ اكثر على صحه اجسامنا من الكولون العصبي. ممكن سرطان الكولون العصبي يكون بمراحل متقدمه، طبعا هي ما لها علاقه بالكولون العصبي، تكون مرتبطين ببعض. هي حاله صحيه بنعرف نحن ممكن تصيب اي شخص لا سمح الله. ان شاء الله يعني الله يبعده عن الجميع. اكيد يا رب السلامه. بدنا نركز كمان ما ننسى موضوع الرياضه، لانه هي كثير بتخفف من الستريس وبالتالي بتفيدي بموضوع الكولون العصبي. شرب كميات وافره من المياه، ودائما بنحكي الاعتدال، يعني مو يعني اذا انا مريض كولون عصبي فلازم انحرم من الكيك ونحرم من العزايم ونحرم من اي شيء، لكن الاعتدال دائما ممارسه بعد كيك اليوم يعني المره يعني دائما الصحه النفسيه بتلعب دور، وضلوا بالف خير يا رب. اكيد دائما بنقول نحن الصحه النفسيه هي اساس بكل الامراض، يعني داء العصر، يعني وقت تكون انت نفسيتك تعبانه وعندك هذا الهم اكيد رح ياثر مو بس على الكولون، حيعمل لك الف كولون بالف جهه يعني. فدائما نحن بنقول الصحه والسلامه للجميع. واكيد بدي اتشكر حضورك لليوم اخصائيه التغذيه عنان دلا، ماجستير بعلوم الاغذيه. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك صبايا.